أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: علمنا أنه لا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة، وقد ورد في الدعاء للمريض قول: لا بأس طهور إن شاء الله. هذا من باب التبرك، ما هو من باب التعليق، من باب التبرك. فالمشيئة تذكر أحيانا للتأكيد، وتذكر أحيانا للتعليق، وتذكر أحيانا للتبرك. نعم، أحسن الله إليكم سماحة. التحقيق للتبرك لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا ما هو للتعليق، هذا للتحقيق. نعم.